تفضل. نزلت الخيمة وكل شوي جالس ادخل على طول شوي شوي علشان اروح المحطة افطر وابتل على طول ان شاء الله. ان شاء الله نمسك الخط سريع سريع اليوم. خلصنا امورنا، شلنا العب على ما شلنا الخيمة والاقراض وفطرنا، وقابلت المؤسس الرسمي للمسجد اللي في الجامع اللي كنت ادرس فيه في ويتشيتا ستيت. قابل المعهد مطعم ماكدونالدز وراه في مسجد صغير رجال مؤسسه للطلاب، برضو الجامع الكبير اللي تحت الكبري، شباب ويتشيتا بيعرفون الجامع نفس الكلام، وهو احد المؤسسين في ذاك المسجد. ما شاء الله تبارك الله، شلون لقيته في هالمحطه؟ شا الصدف الزين يا شيخ، الله يكتب له اجره، الله يكتب له اجره يا رب. العدور سافرته من جديد، غيرت الستايل حقه كله، فالحين بتشوفون الديستنس فوق. حاليا الساعه 8:11 دقيقه، الاليفيشن وين متوجه؟ امورنا طيبه ان شاء الله. المفروض تبسط، المفروض انه معك قناه تشتر فيها، اذا بستناها ما جانا شيء. ها؟ راح حال حسابي بالسناب. وصلت ل 44 كيلو وللحين ما حصلت محطه. اوف شال جلد. المهم الساعه الحين 9:48، ان شاء الله ان شاء الله نحصل لنا محطه عند غريب ابريح فيها على السريع علشان يمديني اجلد واحده ثانيه زيها على الاقل. صار لي اكثر من ساعه في هالمحطه، تريحت تغديت على مضبة تموري، استنيت لين الصلاه، دخلنا صلينا وعينا خير، والحين مسكين يقول لك ما في محطه بعدها الا بعد 63 كيلو تقريبا، فان شاء الله ان شاء الله ما لنا حاجه بشيء. يا رب يا كريم الله يوصلنا بالسلام يا رب. كل شوي يوقف لك واحد، كل شوي يوقف واحد يعطيني من هالدعم، اللي جايب لك تمر، واللي جايب لك ماي، واللي جايب لك بسكوت، واللي كاوكاو على الطاير كذا وانت ماشي. يا رجال ما محتاج شيء، لا تاخذ. الله يبيض وجهك يا رب، يا ليت صاير لنا كذا في امريكا. الله يقول لك هذا قرية الألعاب المهجورة، سمعنا انها مهجورة عاد ما يندرى، ما ادري مسكونة. الله شوف هالدائرة الكبيرة اللي هناك، يا الله يا كريم. وصلنا 121.9، هذه المحطة الثانية، من طلعت من المحطة الأولى. ندخل ذي يسميها شو، بنورة يسميها مهيلة، بندخل في هالمهيلة نريح شوي. جاب وياي ثلج، جاب عادي رجول تحتاج، بس جاب لنا محل كذا صد كذا نتكي فيها ونجلس ونحط هالثلج. يا رب يا كريم، هذا المحل يقول لك مضبوط. ان شاء الله ان شاء الله الليلة أوصل الدمام، بدخل وزارة الرياضة بنسلم بعين خير، نتقهوة بعد من دمام ان شاء الله بكره موجهين على الحسن، على طول طريق الحسن. وقفت في محطة اورنج، المخرج ذا على طول بيوديك على بقيق والحسن. الاحوال كان فيه مطر، يا رب لك الحمد، الله يزيد منها الخير يا رب، سبحان الله. المهم بعد خلاص كل شيء على السريع كذا، بعدها بنشوف شو وضعنا، نحط السيكل تحت هالمظلة النتفه ان شاء الله ما يجينا شيء. اول مره اسوق بالليل، كملت 190 ان شاء الله نكملها لين اوصل البحر هفمون تقريبا. من هفمون بريح، ما عندي شيء، جلس في المحطه فاضي ولا في محل اخيم فيه، قلت ادري خلنا نكمل لين هفمون، لا شغل ولا مشغله. يا الله يا كريم ان شاء الله قريب اوصل 7 ساعات من سوق السيكل. حد حالي، اول مره اطبق 200 كيلو في يوم. كم ساعه كم ساعه؟ 7 ساعات و40 ثانية المصر. الالفيشن وصل 39، ما بقى شيء، بس يقول لك باقي 29 كيلو علشان نوصل للمحطة اللي قدام. طفي الجوال ونرجع نكمل دربنا. سكاني دوريات على الطريق على الشارع العام، بقى بس 26 كيلو عليها فواصل. قلت له ما بقى الا 26 كيلو، قال لي ما تكمل في الليل، المفروض ما تمشي، وهذا النظام في السعوديه، في الليل المفروض ما تمشي، في الليل ما تسافر، يعني ما تطلع على طريق بسيكل. طيب انا عندي تصريح، عندي اوراق. قال لي في الليل ما راح تمشي، ما راح تمشي، انت جالس تشكل خطر على روحك وعلى المسافرين، دام انك بسيكل فذا خطر مره. المهم قلت له خلاص اوقف محطه، قال لي لا وين المحطه، المحطه بقى عليها 25 كيلو تدري، اما ركبك سياراتي اما اجيب سطحه وانت تدفعها. قلت له والله ماني دافع، ركبي سيارتك، يعني لان ما فيه مجال، ما فيه فكه. جاباني له هفمون، قال لي ما بنوقفك الا في محل امن. قلت له طيب في على الطريق ابن حلال راضي فاضي، خلنا نوقف فيه وانا اكمل. قال لي لازم محل امن، اقرب واحد في هفمون مدخله. المهم تاني داخلين، بكره ورانا ماسكه مشوار، بنرجع على نفس الشارع بعدين نمسك الشارع العام نرجع لحاسه. جيت جو وياي جالسين يسلفون، فرشت الخيمه، طلعت التاكي حقت السيكل، فرشت الخيمه وحطيت اغراضي كلهم، قطيتهم على بعضهم، نزلت الفراش، نزلت الاغراض. طبعا كانوا العسكر وياي عشان كذا ما قدرت اصور البدايه، ولا رضوا لي اصورهم وهم يمي، ولا اصور السياره ولا اصور شيء. قال لي لا اشوفك مصور شيء. الليل ان شاء الله الربع، وبكره ان شاء الله متوكلين على الله على الحسن، ان شاء الله بكره اخر يوم. يلا يا الربع تصبحون على خير. الوضع تعبان تعبان هديه. لا اله الا الله، اصبحنا من كل الله.
صباح الخير. دقيقة دقيقة دقيقة، خليك 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 خليك. Good morning ladies and gentlemen. يا الله من فضلك يا الله يا كريم يا رزاق يا عليم. الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتوفيقه طلعت من البحر الأحمر للخليج العربي على السيكل، زي ما بديناها في أستوريا أوريغون إلى نيويورك برضو على السيكل، وانتهينا في واشنطن دي سي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلنا وصلنا يا الربع، وصلنا على سيكل على سيكل. يا الله طبعا ذبحرها في مون أول 26 كيلو حاليا جاتنا طالعة. يا سلام، هلا هلا هلا. الطريق ذا مشجر كله الفقيق. يا سلام شكل بيوقف هالشيخ. المحافظة الأخيرة اللي قبل الحاسة، ها فقيق تروح بيكم. هلا الله حييكم ويسلمكم يا حلو فقيق. السيكل يعطيك ما شاء الله ما شاء الله. هل تعلمني نفك الطارة؟ خلاص صحابة سلم واستلم، لما بهنا يقول لك الكبر الثاني التسليم التسليم. بعد دوريات في بقيق ترتيبهم ترتيب للآخر، بعدها إن شاء الله الحس على طول. خلاص بعدها المحافظة الحس. يا الله يا كريم وقفنا المحطة وعيننا خير، صلينا الظهر والعصر تقدينا الحمد لله. يا الله يكمل على الحس. خفت الشمس على الراحة نمشي، خلاص ما بقى شاي ما بقى كثير، كلش ما بقى كثير. يا الله هذا دخول الحاسة، شوف هاك موسع السادر، هذه الزحمة كذا، هذا حد هذا حد لين تصير في نص الهفوف تجيك الزحمة. حاليا كلش خفيف لطيف كذا. هلا هلا والله شلونك خشمك يا ابني. السلام الله يسلمك. والله لحق عليك من الدمام فديتك والله جميل الدمام. الله يرحم والديك جعل ابوك في الجنه. عدنا تجي سي ستيشن مقفل وما جيت لعندك. والله عمري فديت ماي عشان الطريق. اقول لك جاب لي رجال ما فديتك. هلا هلا هذه يقول لك لحظة دخول مدينة الأحساء. يا سلام والله شوف شوف الفلاش الفلاش اللي فوق قاعد يصور. هلا ارحب يا ذاب. هلا بنيتك شوف الكاميرا في الجربين. ما شاء الله ما شاء الله. ما يمدي ناخذ الماي ما يمدي ناخذ الماي ما يمدي. الله يرحم والديك يا بعدي. هلا هلا يعطيك العافية ما شاء الله ما شاء الله. ترى كل التصوير في سناب تشوف لك واحد نزلت بس من الكوبري بس تاوي قايل ها بسم الله دخلنا الحاسة، الا تشوف لك جرابيل جالسة تتصور. هلا هلا منور يا ذيب. اللي واقف على الجنب جالس تصور ما شاء الله عليكم. هذا اهل الحاسة هذا اهل الحاسة يبا بديتكم. الله هلا 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 والله. اي على الريح الطيبة تمشي على الشارع العام. هذه شوي زحمة، ها هذه الزحمة يا بعدي. هلا هذه شارع الظهران، شارع الظهران يا الربع. ما شاء الله ما شاء الله. هلا منور يا باب. ابوي الحسوية بديتكم بديتكم يا الحسوية. في سيارة ورانا للدورية. بدايتنا كانت عند مودرن والنهاية يا سلام يا سلام والنهاية عند مودرن. يا رب لك الحمد. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ الله يسلمك. الشاوي هذا هو. الله يسلمك يا بعدي يعطيكم العافية يعطيكم العافية. بداية عن مودرن ونهايتنا عن مودرن، من البحر الأحمر للخليج العربي بعدها على الحاسة على الحاسة يبا فديتكم. بيض الله وجيهكم يا الربع. إن شاء الله هذا هو اللي مساعد فوق الكوبري. متلبد متلبد يا معدي.